قال الدكتور كمال عمر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي السوداني إن المحيط الإقليمي والدولي لا يريد عدم الاستقرار في السودان، وفي نفس الوقت لا يرغب في نموذج ديمقراطي قد يصبح محفزا للاقتداء به في المنطقة. وأضاف القيادي في المؤتمر الشعبي: هناك دول إقليمية واستخبارات عالمية تعمل في الشأن السوداني منذ عقود طويلة، وأعتقد أن دول الجوار من مصلحتها أن يستقر السودان رغم عدم رغبتها في التحول الديمقراطي، وفي نفس الوقت لا ترغب في الانقسامات. وأشار عمر إلى أن الديمقراطية الوليدة في السودان تسبب إزعاجاً للمنطقة العربية والإسلامية بشكل عام، لأن وجود ديمقراطية حقيقية في السودان يعني بالنسبة لهم نموذجاً ديمقراطياً قد يسبب أزمة في دول الجوار الإقليمي والعالم العربي. ونوه القيادي السوداني إلى أن تلك الدول ترغب في عسكرة الثورة السودانية وإعادة إنتاج دكتاتور عسكري في السودان. وأضاف عمر: نتمنى أن يخيب رجاؤهم ويصبح السودان نموذجا لديمقراطية حقيقية تجوب المنطقة.